بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نبرأ إليك من حولنا وقوتنا، ونلتجئ إلى حولك وقوتك يا ذا القوة المتين. اللهم إني أعوذ بك من أن أحبك أن أشك ومن يهمك من أن أستودي بسمعنا. نحن في تفسير بعض آيات من سورة هود. بدأنا بقصة سيدنا موسى صلوات الله وسلامه عليه. الله عز وجل يقول لنا بسم الله الرحمن الرحيم: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين. إلى من؟ السائل يسأل لمين؟ الجواب: إلى فرعون وملئه، فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم كل لحظة من لحظات حياتهم درس كامل ينتفع به المسلم في حياته. لكل نبي مكان وحال ينتفع المسلم به، فالمحمدي ينتفع بكل الأنبياء، لأن المحمدي هو الذي يؤمن بجميع الأنبياء بأنهم أساتذة كمال، فلذلك يأخذ من كل نبي كمالا في دعوته فيتخلق به، فبيأخذ من كل الأنبياء ويختم بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والرسل، فبيكون جمع كمال الكمال في حياته. فلما بيقولوا فلان من أهل الكمال، ليس الكمال المطلق، الكمال المطلق للأنبياء صلوات الله وسلامه عليه، الكمال المطلق للأنبياء. وأما ورثة الأنبياء فأخذوا الكمال النسبي، نسبة إلى غيرهم كمال نسبي، واحد بكالوريا واحد كفاءة، البكالوريا أكمل من الكفاءة، لكن كمال إيش؟ كمال نسبي، هي أكمل من هي، جامعة أكمل من البكالوريا، كمال نسبي. كذلك أولياء الله عز وجل كمالهم كمال نسبي بالنسبة لبعضهم البعض، أما بالنسبة لبقية الناس فالنبي عليه الصلاة والسلام قال بالنسبة للفرق العالم بين العالم والعابد كالفرق بين الشمس والقمر وبين القمر والكواكب، هكذا الفرق، في فرق يعني واسع بين هذا وهذا. الحاصل الأنبياء الآن أساتذة كمال، ونحن تلاميذ الأنبياء، تلاميذ الأنبياء. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل الرسول والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، فإيمان إيمان كامل. فنحن في مدرسة سيدنا موسى صلوات الله وسلامه عليه. سيدنا موسى أولا تربى في بيت فرعون حتى بلغ 20 أو 21 سنة في بيت فرعون. إذن لا مانع
من أن تتربى في بيت يكون كفر أو في بيت يكون على غير الإسلام. المهم أن يكون لك صلة روحية صافية تنال بها فضل الله وعطاء الله. فممكن يكون أبو غير صالح فيأتي الولد صالح. سيدنا موسى ربي في بيت فرعون فكان نبيا وكليم الله. وموسى السامري ربه كما يقال جبريل فكان أكثر الكفرة. شو السر؟ السر إذا جبنا الطين الطيبة وزرعناها أنبتت النبات الطيب، وإذا جبنا الطينة الخبيثة لو زرعت نبات طيب ما بيطلع طيب. المهم أن تكون طينتك طينة طيبة، طينتك طينة طيبة، وتطيب الطينة باللقمة الحلال. إذا في لقمة حلال تطلع الطينة طيبة. والبلد الطيب يأتي يخرج، والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه، والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، بيطلع غصبا عنه. هذا يطلع زرع لفوق وهذا زرع لقد، لا يخرج إلا نكدا. معنات الطيب بينتشر وبيكبر، والخبيث بتم دائما في صغر. فلقد أرسلنا موسى. اليوم بدنا ناخذ الرسالة التي حملها سيدنا موسى، لا لأجل قصة عن سيدنا موسى، مشان كل واحد فيكم يكون موسى زمانه. بدك تصير موسى زمانك. سيدنا موسى كان في زمن الكفر، أنت في زمن إسلام، تحسن تحقق موسى في زمانك. هذا الآن يلي اللي حنسلكه إن شاء الله ونحكي فيه. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا بالحجج والأدلة التي أعطاه الله إياها. موسى أخذ من آيات الله العصا، وأخذ من آيات الله اليد، رمى العصا فانتقلت إلى أفعى، حط إيده تحت باطه ورفعها فإذا هي كالشمس تضيء كالشمس. هذا ما حصل من آيات الله لسيدنا موسى. أنت شو آيات الله إلك؟ عصا ما لح تحمل عصا، وإيدك ما لح تصير مثل الشمس، لكن إن من آيات الله لك أن يدلك على من يدلك عليه. هي آية من آيات الله، أن يدلك على من يدلك عليه. آية من آيات الله أن يفتح مسامع قلبك إلى الهداية والكرامة. آية من آيات الله أن يفهمك من كلام الله ولو آية. هي آية. فلا تظن أن الآيات فقط من العصاية واليد، كل ما عرفك بشرع الله أو دلك على عظمة الله فهي آية من آيات الله. عرفت أن الماء اللي عم تشربه، عرفت أن الماء خلق من نوعين، خلق من أكسجين وهيدروجين، اجتمعوا سوا فصاروا ماء. الأكسجين مادة مشتعلة، والهيدروجين قابلة للاشتعال، يعني نارين، من نارين جعل لك ماء تطفئ ظمأك فيه. من خلق هذا؟ نجي لأصحاب المخابر يلي عنده مخبر، نقول له أخي هاي أكسجين وهي هيدروجين، سوي لنا ماء. بيطلع بإيدهم
لو حط الأكسجين مع الهيدروجين بيطلع ماء. إذا من الذي جعل من نارين ماء تروي فيه الظمأ؟ ذلكم الله. جعل لك الملح بيطيب الطعام، جعل لك يا سمين كلور وصوديوم، الكلور سم والصوديوم سم، جمع السمين جعل لك ياهم ملح يطيب لك الطعام. تعال المكبر قال له هي الكلور هي صوديوم سوي لنا شوية ملح، ما بيطلع الملح. شلون عم تقول كلور وصوديوم؟ هي كلور وصوديوم. يقول لك في سر إلهي حاطه، في خلق إلهي، ما شغلة إنه إنسان. فإذا تعرف الله من نقطة المي، تعرف الله من ذرة الملح. المؤمن كل آية من آيات الكون تدله على عظمة الله، كل دل. هالحبة هي شايفينها بإيدي، حبة هالمسبحة، هي الحبة لحالها انسقبت، لحالها تدورت، دورت هيك لحالها؟ لا. انسقبت لحالها؟ لا. انضمت لحالها؟ لا. إذا في مين ساوى الخشب، وفي مين حفر الخشب، وفي مين ساوى الخيط النايلون، في واحد ضمها. فمسبحة اشتغل فيها 5-6 مهندسين ومعلمين وآلات لحتى تساوي مسبحة. كون جبال وبحار وأنهار وأشجار وإنسان وحيوان وطير كله وجد بدون معلم؟ وجد بدون خالق؟ لا. إذا من هو الخالق؟ أبوك؟ لا. أمك؟ لا. من خالق؟ الخالق الله. الله من هو الله؟ أما تسأل مين هذا الله اللي خلق؟ الله هو الإله الذي أوجدك من عدم. كنت معدوم، كنت معدوم، ذرة في النطفة، النطفة فيها 200 مليون إنسان إلى 600 مليون إنسان، هاي النطفة. أنت كنت واحد من هال200 مليون، فلو حطيناك تحت الميكروسكوب بتبين قد راس الدبوس، بيكبروك 10,000 مرة حتى يبين لك راس رفيع وذنب صغير. من الذي جعل من هذه الذرة هذا الإنسان العظيم الذي فكر، عمل الكمبيوتر وعمل الانترنت وعمل الطيارات وعمل الغواصات؟ من خلق هذا الإنسان من هالذرة هي؟ الأم ما بتعرف حالها، إذا كانت حامل بتعرف حالها أنثى ولا ذكر؟ لا. الأب إذا قلنا له زوجتك حاملة ذكر ولا أنثى؟ ما بيعرف. إذا من الذي خلق؟ ومن الذي ركب؟ ومن الذي أبدع؟ الله هو الذي خلق. الله ليش خلقك؟ سأل ليش الله خلقني؟ الله خلقك في هذا الوجود لهدف. إذا عرفت الهدف فأنت أكمل الخلق. خلقك في هذا الوجود لتكون أسعد مخلوق في هذا الوجود، أسعد مخلوق، أسعد من الملائكة وأسعد من كل مخلوقات الوجود. يوم القيامة الملائكة بيقول يا ربي عبدك أخطأ وعمل ذنوب، لحنا أولى بالجنة. فيقول ليس من خلقته بيدي، فقلت له كن فكان، كمن سلطت عليه الهوى والشهوات فتركها حبا فيا وأقبالا علي، ترك الكل وأقبل علي، هذا ما مثل هذا، فهذول أولى. الله أكبر. إذا خلقك لكرامة عظيمة في الدنيا
وفي الدار الآخرة. فسيدنا موسى خلقه الله جل وعلا في بيت فرعون، تربى في بيت فرعون، ولما كبر الله عز وجل تفضل عليه ما حكينا بالدرس الماضي، تفضل عليه بأن وهبه الرسالة، وهبه النبوة، ثم قال له اذهب إلى فرعون. أرسلناه برسالة، الرسالة اللي حملها سيدنا موسى رسالة محلية، كل نبي كانت رسالته محلية إلا نبينا محمد عليه الصلاة والسلام فرسالته عالمية. في فرق بين الرسالة المحلية وبين الرسالة العالمية. سيدنا موسى أرسل لقومه مثلا للصالحية، للصالحية حركة الكرام ما دخلت، برزة ما دخلت، الميدان ما دخل، وجد مع قوم في كان. أما نبينا عليه الصلاة والسلام سئل عن مكة والمدينة وعن الشام وعن بلاد الشام وعن أوروبا وعن كل العالم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ولا للعالمين؟ إن قرأت للعالمين يعني للإنس والجن، وإن قرأت للعالمين فمعناته كل الخلق، العالم كل الخلق، الإنس والجن والطير والحيوان والنبات والشجر، أرسل لجميع الخلق صلى الله عليه وسلم. لذلك لما كانت رسالة الأنبياء محلية كانت معجزات الأنبياء لأقوامهم فقط، فلما انتقل النبي عليه الصلاة والسلام انتهت المعجزة، راحت معجزة صالح ما موجودة، لا معجزة موسى ما موجودة. أما لما كان النبي عالميا بقيت معجزته وتبقى إلى قيام الساعة، إلى قيام الساعة. القرآن كل يوم عم بيطلع فيه معجزة جديدة جل جلال الله. هذا لو فهم الإنسان هذا لعلم أن النبي الأمي الذي لا يقرأ ولا يحسن، وقال نحن أمة أمية لا نقرأ ولا نحسن، طيب أتى بهذه العلوم يلي ضمن 14 قرن ما عرفها الإنسان، الآن عم يكتشفوها، الآن اكتشاف معجز. هذا الاكتشاف اللي عم يصير مين أتى به؟ أتى به الإنسان الأمي، أمي لا يقرأ ولا يكتب، نعم. لذلك عم يشوفوا العلماء الدكاترة كلهم شو هالإنسان هذا، إنسان أمي لا يقرأ ولا يكتب، أتى بها العلوم يلي اكتشفت بعد 14 قرن وطبق الكف بالكف صلى الله عليه وسلم. من أتى بها؟ هذا دليل أن له صلة بالله خالق الكون، أتى بهذه العلوم. ولقد أرسلنا موسى، الإرسال برسالة إلهية، هذه الرسالة حملها سيدنا موسى بلغها لقومه، رسالة سيدنا موسى التوراة، رسالة سيدنا عيسى الإنجيل، رسالة سيدنا داود الزبور، رسالة سيدنا محمد القرآن. القرآن حوى التوراة والإنجيل والزبور بعلوم أكثر ودقائق أكثر. بالتوراة ما في شيء من العلوم الحديثة، وجد بعض العلوم طلعت كلياتها خطأ. أما القرآن فقال علماء أوروبا الآن، قالوا التوراة ما ثبت فيها من كلام الله ولا كلمة،
ما ثبت فيها من كلام الله ولا كلمة، لأنها كتبت بعد السيد سيدنا موسى بألف سنة. ألف سنة كتبوا التوراة بعد منه. ألف سنة قديش تخربطيت وقديش ضاع منها. أما الإنجيل ما وجد فيه من كلام الله إلا ثلاث كلمات فقط، ثلاث كلمات. هذا كلام هنن ما كلامنا، هنن مؤتمر اللي اجتمع فيه 300 راهب طلعوا بها النتيجة. وأما القرآن فلم يوجد فيه من كلام غير الله كلمة، فلم يوجد فيه من كلام غير الله كلمة واحدة. كل كلام الله، كلام الله دقيق، كلام الله معنى كلام الله يعني يوافق العلم الحديث ويوافق الوقت الحديث ويوافق الله أكبر. إذن لحنا يا أخواني بأعظم كنز في الدنيا، أعظم كنز في الدنيا هو القرآن بين أيدينا. فأرسل الله سيدنا موسى، بدنا نشوف الإرسال يلي الله أرسل فيه سيدنا موسى. لمين أرسله؟ أرسله إلى فرعون. فرعون كلمة لغة مصرية قديمة، الأصل فيها برعة، برعة، هذا أصل فرعون، أصل كلمة فرعون معناها المدينة العظيمة، كان يطلق الاسم العظيم على المدينة. فوصف للقصر الملكي ليس للملك. بعدين اعتبر المصريون فرعون إله أو ابن إله، فزعموا أن إله السماء حورس، حورس في هيئة آدمية، وابن رع فصارت حور رع فرعون، يعني فرعون كان يمتلك مصر وما حولها، وكان يحكم الناس بسلطة قاسية. استعبد بني إسرائيل، عملهم عبيد بالكرباج، نصبت عنه بده يشتغل، استعبدهم لبني إسرائيل، وأهل مصر استسلموا له قوة وقدرة ما حسنوا يقاوموها فاستسلموا له. سيدنا موسى لما خرج من مصر اجى الى القدس، الى فلسطين، اوحى الله اليه جاء الى مصر، اذهب الى فرعون، جاء الى فرعون قال يا ربي قتلت منهم نفسا فاخاف ان يقتلوني، يعني عامل انا جريمه معهم فأخاف يقتلون، لكن نكلا لا تخاف إنني معكما أسمع وأرى. وإذا كان الله معك لا تخاف شيئا في هذه الحياة، لا تهاب من شيء إذا كان الله معك. اذهب إلى فرعون، بس فرعون قال لا، وملئه، الملأ اسمه ملأ لأنه بيملأ العين، هدول أهل أهل البلاط اللي بيسمون بزماننا شو اسمه القصر، حاشية الحاشي بالقصر، هدول اسمهم الملأ. ملأ أنه الفقراء والعوام لما بيشوفوه بيملي عينه أنه هذا من القصر، هذا أديب، هذا سموا ملأ. أرسله الله إلى فرعون وإلى الملأ. طيب أشراف القوم، زعماء القوم، هذول الملأ يلي بيمشوا تحت أمرته وبيكونوا دائما معينين إله في الضلال والفساد،
بده يعمل عمل بيشجعوه على الفساد، بيشجعوه مشان تتم مكانتهم محفوظة عنده، عم ينتفعوا. هذا في كل زمان، في كل زمان الحاشية إذا لم تكن مخلصة بس من شان مصلحته شان ماله، ما بيسأل لا عن الشعب ولا عن المجتمع ولا عن البلد ولا عن، بس بده يصل، يصل إلى تعباية جيبته وتعباية بطنه. فهذا شو يقال لهم في القرآن؟ الملأ، هذول الملأ. فأرسلهم الله إلى الملأ. إذ قال موسى لقومه: يا قوم لما تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم؟ ما تعرفوا أنا رسول، ليش عم تؤذوني؟ افهم يا مسلم، إذا قمت لتبليغ الإسلام بده ينوجد مين يأذيك، مين يحكي عليك، مين يتآمر عليك، مين يخطط لتهديم عملك. هذا لابد منه في كل عمل، في كل زمن، في كل زمن إيذاء للعلم، للهداية، للمرشد. ليه؟ أنه ما بيجي على مرائه. في هون نقطة وحيدة يا أخواني انتبهوا ليها، ليش بيحاربوا الشيخ؟ ليش بيعادوا الشيخ؟ كل واحد من هذول حاطط حول منه كم واحد من الزعران بيسموهن، يعني مثل ما بيسموهن، انت روح اقتول، انت روح اعمل، انت روح كذا، عم يستخدموهن لأمورهم الخاصة مشان يجمعوا المال. الشيخ عم يدعي إلى العقل والحكمة والأخلاق. لما عم يعني إذا اجتمع مع الشيخ هذا تاب، وإذا تاب هذا خسر، خسر جماعته. واحد بيسحب واحد حول منه عشرة منصفيه ثلاثة وينهم؟ قال والله اهتدوا راحوا لعند الشيخ. فحتى ما يخلي الجماعة يروحوا لعند الشيخ بيحكي على الشيخ وبيطعن بالشيخ مشان ما يخليهم يروحوا. ذلك فرعون لما اجى سيدنا موسى شو قال لهم؟ إني أخاف أن يبدل دينكم. فرعون خايف أنه موسى يبدل دينهم أو أن يظهر في الأرض الفساد. فمعناته في تآمر في الموضوع. لذلك سيدنا موسى قال له: يا ربي خايف يقتلني. قال له: لا. فهالرسالة اللي حملها سيد النبي عليه الصلاة والسلام، نحن الآن في حوض رسول الله، في حضن حبيبنا صلى الله عليه وسلم. إذا كان بتحبوا اسمعوا كلام النبي: يا أحبابي لازم نغير كل مسيرتنا، بدنا نعرف الآن شلون بدنا نسير. صلى الله عليه وسلم قال: ليبلغن هذا الأمر، هذا الأمر يعني الإسلام، ليبلغن هذا الأمر ما بلغ الليل والنهار. معناته أبشروا يا أمة محمد، مهما صاير فتن ومحن أبشروا، الإسلام بده يعم العالم. ما بلغ الليل والنهار، هلأ النهار هون، الليل وين هلأ؟ بأمريكا وأوروبا. معناته بده يصلهم الإسلام. ما بلغ الليل والنهار ولا يترك الله، ولا يترك الله بيت مدر، مدر اضطراب، ولا وبر إلا أدخله الله هذا الدين. ولا يترك الله بيت مدر، شمينته شو شو بيسموه؟ ترابة، بيسموه ترابة، لكن في ترابة حمراء
وفي ترابه سوداء بسموه ترابه. بناء بناء من مدر او وبر الخيمه، فلا بتم خيمه ولا بناء الا ادخله الله هذا الدين بعز عزيز او بذل ذليل. بعز عزيز او بذل ذليل، عزا يعز به، يعز الله به الاسلام، وذلا يذل الله به الكفر. راوي الحديث تميم الداري يقول: قد عرفت ذلك في اهل بيتي. عم يقول الحديث طبقت، شفته ببيت اهلي انا، بيت اهلي. لقد اصاب من اسلم منهم الخير والشرف والعز. يلي اسلموا شرف وعز وكرامه. ولقد اصاب من كان منهم كافرا الذل والصغار والجزيه. حطوا الجزيه عن يد وهم صاغرون. هلا يلي بيمشي مع الشيخ ويلي برا، هذا مثلها يلي بيمشي مع الشيخ بيتربى وبيتأدب، كمال الدنيا والزينة والأدب والكمال والمال والحياة، يلي ما بيجي ضيق الحياة مثل ما النبي قال، الله قال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، حياة مرة دخيلك دبرنا. اتعب الجامع، تجي على الجامع الله بيفتح عليك بيعطيك. فإذا أولا أبشروا قبل ما نبدأ بالحكي، أبشروا بأن الله سينصر هذا الدين. ومهما حصل في العالم من مهاجمة للإسلام، كل العالم الآن قائم ضد الإسلام، والنبي قال، أخبرنا بذلك، قال: تتداعى عليكم الأمم، الأمم كلها بدها تجمع عليكم كما تتداعى الأكلة إلى قصعتها. حاطين طبق الرز، تفضلوا يا شباب، كل واحد من ناحية شلون عم ينهال، كل واحد عم يأكل، هيك بده يصير. تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: أعن قلة نكون يا رسول الله؟ قال: لا، أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. رغوة مثل رغوة السيل، تطلع الرغوة بعد دقيقة كلها راحت. كثير نعم، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولا ينزعن الله من قلوبكم مهابة أعدائكم، ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. حب الدنيا، بده يعيش، ما بده يجاهد، ما بده يقاتل، بده يعيش. حب الدنيا وكراهية الموت. صلى الله عليك يا رسول الله. رغم ذلك لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق، لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون. مين هي الفئة هلا؟ الله يجعلنا منها، الله يجعلني ويجعلكم منها، ظاهرين على الحق. فمعناها أبشروا سينتصر الإسلام. واحد يقول: ما لي شايف ضوء. إذا أنت ما لك شايف ضوء بس الشمس موجودة، ما شو معناتها؟ معناتها أنت أعمى. الشمس موجودة وطالعة ومالية الدنيا، إذا ما لك شايف النور معناتها أنت فاقد بصر يا ابني. أما أهل البصيرة شايفين، والنبي أخبر وهو سيد الخلق، أخبر: وكلام النبي حق والله لا يخيب النبي في كلامه. طيب،
لقد أرسلنا موسى، النبي المرسل بالوحي، النبي أرسل بالوحي، وأنت يا مسلم مرسل، أنا وياكم كل واحد منا مرسل، تعرف حالك أنك مرسل؟ لا، غائب غريب قاعد يكون، أنت مرسل، الأنبياء أرسلوا بوحي، أما أنت مرسل من رسول الله، النبي أمرك أن تبلغ الإسلام، فأنت رسول رسول الله. لما النبي أرسل سيدنا معاذ إلى اليمن قال له يا معاذ كيف تحكم؟ كيف تصنع إذا عرض لك قضاء؟ قال أقضي بما في كتاب الله. قال له فإن لم تجد، قال له فإن لم يكن في كتاب الله فبسنة رسول الله. قال له فإن لم تجد في السنة، قال اجتهدوا برأيي، اجتهاد، لا أهل، ببذل جهدي. فضرب النبي على صدره وقال الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي رسول الله. رسول الرسول، أنت مرسل من رسول الله، أمرك بتبليغ الدعوة، قوم إلى تبليغ الرسالة، أنت حامل رسالة من رسالة النبي عليه الصلاة والسلام بقوله صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية. اسمعوا ما أحلى، ما أحلى هالحديث، هالحديث شو فيه؟ بلغوا عني ولو آية. هالحديث بلغوا، هذا تكليف، بلغوا تكليف، عني هذا تشريف، بلغوا تكليف، عني تشريف، ولو آية تخفيف. هذا كلام النبي عليه الصلاة والسلام، بلغوا عني ولو آية، نرى 500 مرة الحديث. بلغوا شو قلنا عنا؟ تكليف، أمر كلفك فيه النبي عليه الصلاة والسلام، وعني شرفك أنه رح تحمل عني هالرسالة، نبي رح يحملك هالرسالة، أي شرف هذا يا ابني تحمل رسالة النبي؟ مين أنت؟ هذا التشريف. ولو آية تخفيف، خفف عنا ولو آية. لذلك بعض من اللي أسلموا جديد في أوروبا، واحد أسلم جديد، دخل على الجامع بعد ما خلص إمام الصلاة، حمل الميكروفون، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم ولا الضالين آمين. شو قال؟ النبي قال بلغوا ولو آية، فأنا بلغتكم 7 آيات عن الله، عن رسول الله، 7 آيات، وهو جديد الإسلام، جديد الإسلام، لكن سمع بلغوا فقام أرى سورة الفاتحة، قال لهم بلغتكم أنا 7 آيات. هذا إيمان، إيمان ساعتين ثلاثة اشتغل الشغل. يلي أعظم منه الجن، الجن أعظم من هذا، الجن لما سمعوا قول الله عز وجل من النبي عليه الصلاة والسلام ولقد صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه
قالوا أنصتوا. فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، قالوا يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به، يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم، يا قومنا أجيبوا داعي الله. سمعوا ربع ساعة، سمعوا القرآن، رجعوا دعاة. أنت قدي صار لك عم تسمع القرآن؟ ليش ما عم تقوم تدعي إلى الله؟ الجن أحسن منا؟ الله ليش عم يذكرنا؟ مشان يعرفنا أنه أنت كمسلم أنت أحسن من الجن. فالجن قاموا مبلغين، أنت قاعد لساتك؟ لأنت قاعد. فصلى الله عليه وسلم قال بعثت إلى الجن والإنس. الجن من أول ما سمعوا، لما النبي عليه الصلاة والسلام قرأ الرحمن علم القرآن إلى قوله فبأي آلاء ربكما تكذبان، فالجن كلهم قالوا ولا بشيء من آلائك رب نكذب فلك الحمد. الصحابة سكتوا. النبي التفت للصحابة قال لهم ما لكم؟ إن إخوانكم من الجن كانوا أحسن منكم جوابا. جن قالوا ولا بشيء من آلائك رب نكذب فلك الحمد، أنتم شو اللي ساكتين؟ يا سبحان الله. فلازم ننتبه الآن إلى الرسالة، بدكم تحملوا رسالة سيدنا رسول الله. يلي بيحمل الرسالة أخذ من إمداد رسول الله، يلي ما أخذ من الرسالة قطع عنه هذا الإمداد. فصلى الله تعالى على رسول الله المبلغ لهذه الرسالة. فأنت يا مسلم إذن دعاك الله إلى مجالس العلم، أنتوا جيتوا الله يبارك فيكم، لكن مجالس العلم وصحبة الوارث بدها تعطيك في عطاء، لكن هالعطاء ده ما بتاخده إذا ما بذلت الأجير. إذا ما اشتغل ما بياخد الأجرة، وأنت إذا ما عملت في الإسلام ما بتاخد من الله العطاء. فبدك تنفق. عبدي أنفق أنفق عليك. الناس بيفهموها أنفق المصاري، لا يا ابني، أعظم من المصاري أنفق العلم. تعلمت آية علمها، حديث علمه، أنفق أنفق عليك. أنت بتعلم الله بيمدك أكثر وبيزيدك. فأنفق للدعوة، تبليغ الرسالة، إرشاد الناس، توجيه الخلق، دلالة على الله، هذا كله أنفاق يا ابني في سبيل الله، كله أنفاق. فالله عز وجل يعينك عليه. لو جبنا مثال منتبهين عليه، عندي بحرة، تعرفوا البحرة بالبيت، بحرة معباية مي، مضى على هالبحرة شهر ما غيرت المي تبعها، شو بتصير ميتها؟ على حواشي البحرة شو بيصير؟ ناموس، ما هي بتربي الناموس، وهي بتربي الحشيش بصير. طيب بيجي من قلبك تشرب منها؟ لا. تسقي منها؟ لا. صار الماء آسن، يعني طلعت ريحتها. بينما لو كل يوم عم نغير المي، المي شو بتتم؟ تم دائما نظيفة، كل ساعة بتشرب منها وبتسقي منها. هكذا يا ابني العلم، يلي منكم بيتعلم وبيسكت بيخلي العلم بقلبه ما علمه، تطلع ريحته بأنتن. بعدين لا بتحسن تعلمه
ولا بتحشي انت تنتفع من علمك. هذا اللي ما بيعلم، تعلم قعد تلاقي الشيخ صار له 50 سنة قاعد ما تقوم تعلم، هو ما انتفع من علمه. انت العلم في صدرك انه ما صدره تغير، ما غير العلم يا ابني مثل الماء، كل ما غيرته كل ما بيكون اصفر. اما اذا خليته لحاله بانتي، فعلمك كمان اذا ما علمت رح يكون مأنتن، واذا علمتن انت ما انتفعت من علمك وما عاد حدا ينتفع من علمك. لو بدك تعلم ما بيجي من قلبك انه تسقي حدا من هالمياه. هذا لذلك النبي قال عليه الصلاه والسلام: مثل الذي يتعلم العلم ثم لا يحدث به. مين منكم هيك؟ هلا لازمنا لكم كلكم ترفعوا اصابعكم. مثل الذي يتعلم العلم ثم لا يحدث به كمثل الذي يكنز الكنز فلا ينفق منه. خبى المصاري حطهم بالصندوق وسكر عليهم، لا هو انتفع ولا اعطى غيره ينتفع، هذا الذي لا يعلم. ومثل الذي يعلم كمثل رجل حامل فانوس أو لوكس مقطوع الكهرباء، حامل لوكس بالطريق، كل واحد بيمر عم يتضوم يقول له الله يبارك فيك، الله يبارك فيك، الله يكثر خيرك، الله يجزيك الخير، نفع الناس، كل واحد رايح عم ينتفع بضوه وبنوره. هذا العالم الذي علم بينتفع فيه القريب وينتفع فيه الغريب. أما الذي لا يعلم قال: كمثل غنم نائم لا يأكل ولا يشرب. غنمات نايمين لا عم يأكلوا ولا عم يشربوا، بعدين شو بيصير فيهم؟ بده يموت. وإن مثل حكمة لا تخرج ككنز لا ينتفع فيه. تعلمت لكن ما علمت. حفظوا هالحديث، بلغوا عني ولو آية. بلغوا شو؟ تكليف. وعني تشريع، ولو آية تخفيف. تعلموا اطلع علموا. وفي الحديث: أيما رجل آتاه الله علما فكتمه، سكت عنه، ألجمه الله يوم القيامة بلجام من نار. بكرة الجام بتمه مثل اللي بينحط بالدواب لكن من نار على تمه، لأنه كان ساكت عن العلم، ما عم يبلغ العلم. وين عم تروح أوقاتك؟ ليش ما عم تتعلم غيرك؟ جيرانك وأهلك وأقاربك ولاد عمك ولاد خالك ما تقوم تعلم؟ ما ممكن يقول إنه والله أنا ما بعرف أحكي، شو بدي أحكي؟ لا يصلح العلم إلا بثلاث يا ابني. هذا قول العلماء، لا يصلح العلم إلا بثلاث: تعهد ما تحفظ، يلي حفظته بدك تتعهده، يعني تكرر دائما اللي يلي حفظته، وتعلم ما تجهل، كل يوم بدك تزيد علمك، ونشر ما تعلم، لذلك يصير عندك العلم. تعهد ما تحفظ، أما تعلم وما عاد فتح الكتاب هذا بينسى العلم. تعهد ما تحفظ وتعلم ما تجهل، كل يوم في زيادة للعلم، ونشر ما تعلم.
وكلما جددت العلم يا إخواني، كل ما درست أكثر كل ما بيزيد في عقلك أكثر، كل ما علمت أكثر الله بيفيض عليك أكثر. الأخوان أكثرهم يقولوا لي مشان الله ريح حالك، مشان الله ريح حالك، ما هن عرفانين شو الطبخة. أنا مثل حالي يا إخواني على رأس البناية، شو بيحطوه فوق؟ شو بيحطوه؟ خزان المي ممدود لوين؟ على البناية. كل ما بتفتح من الحنفيات بينقص، لما بينقص فواشة بتنزل، بصير ينزل له. لو صرفت من تحت سطلين قديش بيعبي؟ سطلين وزيادة. سحب التنكة بيعبي تنكة وزيادة. فكل ما بتصرف أكثر الله بيعطيك أكثر، وإذا ما صرفت ما يوقف لحالها. كل ما علمت الله عم يعطي أكثر. ريح حالك. شو ريح حالي؟ جاي وارد، بدي أقطع الوارد؟ وارد إلهي عم فاتح لك نهر وجاي، بدك تسكره؟ قوم ليل ونهار ريح حالك. معنى ريح حالك معناه تسكر هالوارد. لو تعرف شو معنى هالوارد ما بيحكيها هالكلمة. وارد ما ميّأني، وارد تجلي رباني على القلب. ما دمت بتعلم عم يزيدك، ما دمت عم تعلم عم يعطيك، ما دمت عم توجه عم يفتح عليك دائما. لإمتى؟ ليل ونهار. والله الذي لا إله إلا هو لا ينقطع إمداد الله عن قلب المؤمن طرفة عين، ولو انقطع الإمداد طرفة عين لخرجنا من سيابنا. بيطلع بيمشي بالظلط، بيفقد حياته. واحد عم يتغذى بتخليه بلا أكل؟ غذاء القلب القرب إلى الله، غذاء القلب حب الله. تنسى الحب، تنسى الله، بتروح بدك تاكل من مزابي. خليك على باب الله، قوم علم. كل ما علمت أكثر رح يجيك الفتح، الفتح أكثر. يا ابن آدم أنفق، أنفق عليك. يا ابن آدم أنفق، أنفق عليك. أنت بتعلم، سمعت كلمتين علمتهم، الله بيزيدك فتح، بيزيدك عطاء. وهذا يا إخواني ما بالعقل. يعني شلون بده يجي العلم؟ في أهل الله عندهم حديث، هذا عند أهل الله ثبت، قال: ما اتخذ الله وليا جاهلا، ولو اتخذه لعلمه. ما اتخذ الله وليا جاهلا، ولو اتخذه لعلمه. مين بيعلمه؟ هو عم يفتح علوم. بعض أوقات أهل العلم ما بيعرفوها. منين هالكلام جايبينه؟ منين؟ هذا يا ابني ما من الصحف. الصحف علمها محدود حسب العقول، أما هذا الفتح غير محدود، لا يطيق هذا الفتح إلا أصحاب القلوب. قالوا لسيدنا الشيخ محي الدين رضي الله عنه، قالوا له: ليش ما بتكتبوا لنا أحوالكم يا سيدي؟ سجلوا لنا أحوالكم حتى. قال لهم: يا ابني لحنا أحوالنا لأهل القلوب ما للحميس، لذلك ما بتنكتب بكتب. أهل القلوب بيتزوقوها من غير ما نكتب لهم إياها. ذوق من ناحية الذوق بيمر على قلبه، أما يعني بده يراها شو رح ينتفع؟ إذا قال لك إنه أخذت من المال من الهوى، شو انتفعت أنت يعني؟ ما بقول لك مضبوط ولا ما مضبوط، بدك تشك بأهل الله أحسن ما تقراها.
خليه. لذلك يا ابني التعليم امداد الله للمعلم يلي بده يعلم، في عطاء الهي يا اخواني. هلا نحن مثلا لو قدم العلم بده ذكر، سموا الطريق نقشبندي. شو معنى الطريق نقشبندي؟ معنى الطريق نقشبندي يا ابني معناتها فرعين، احفظوها مني. الطريق النقشبندي فرعين، فرع ظاهر وفرع باطن. فرع الظاهر أدب وأخلاق مع الخلق، هذا الظاهر أدب وأخلاق مع الخلق. والباطن رباط وصلة مع الله ورسوله، فمدد جاي من الله ومن الرسول وعم تعطي آداب وأخلاق للمجتمع. هذا الطريق النقشبندي. الذكر جزء من الأجزاء، الطريق سلوك آداب وأخلاق مع المجتمع. بيظهر الآداب والأخلاق تظهر مع المجتمع. كل الناس يعشقونك، كل الناس يحبونك، كل الناس يميلون إلى النظر إليك. ليش؟ لأنه ظهر بمظهر إلهي. أنت مقصود، أنت ورضاك مطلوبي. يقول الله يا جبريل لبيك اللهم لبيك، إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل. ثم ينادي في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء. ثم يوضع له القبول في الأرض فيحبه أهل الأرض. الله أكبر. وإذا أبغض الله عبدا كمان فلان ببغضه كمان بنادي. فمن الذي وضع هذا الحب؟ الله. شو السر؟ السر أحب الله حبا نسي في هذا الحب كل محبوب. ما في محبوب بيدخل للقلب إلا واحد وهو الله. هذا الطريق النقشبندي يعني. فالطريق النقشبندي ما بس ذكر، طريق النقشبندي سلوك أخلاق آداب لتظهر في كمال المعاملة مع الخلق. وأما قلبا فمع الله. فمن لخص بكلمتين النقشبندي قلب مع الحق وجسد مع الخلق. النقشبندي قلب مع الحق وجسد مع الخلق. يا ترى هالإنسان هذا بيجي منه خير ولا شر؟ كله خير لا شر فيه، كل نفع لا ضرر فيه، كل كمال لا نقص فيه. قلب مع الحق وجسد مع الخلق، هذا الطريق النقشبندي. فهذا دائما معلم، أينما جلس، أينما جلس يعلم الصغير والكبير معلم. شو عم يعلم؟ ما دخلت أنت شو بدك تعلم؟ أنت عود. بسم الله الرحمن الرحيم. رابطك مع روحانية شيخك دا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ما بيجيك الإمداد ساعة بتحكي من غير ما توقف. هذا المدد يا ابني. إذا خلصت الجلسة قلنا لك بالله أدلنا الحديث الفلاني، ما بتعرف منيح حكيت ما هو ما بيعرف. المتكلم عم ينتفع مثل ما عم يسمع السامع. بعض أوقات عم بحكي لكم إنه والله أنا معكم مستمع، أنا ما بعرف شو حكيت، أنا معك مستمع. استمعت من قلوب العارفين
استمعت من إمداد رسول الله فأنا معك. فلا تظنوا يا ابني الكلام أنه هو بس حكى عمل حلقة وحكى. يا ابني حكيت الله بيفتح عليك، بس انتبه، إياك أن تتكلم وأنت مقطوع. يلي بينقطع شريطه بينطفى تلفزيونه، يلي بده يتكلم بده يوصل شريط التلفزيون. أما إذا انقطع شريط التلفزيون انقطع عنك المدد وانقطع عنك الكلام، ما بقى يحسن يحكي. اربط شريطك بسم الله الرحمن الرحيم، الله يعطيك من الفتح ما لا يخطر على بال. كثير من الإخوان، وهذا من السلوك ما في مانع، بيقول لك والله أنا عم بنتفع من الأخ أكثر ما انتفع من الشيخ، حب الأخ أكثر من الشيخ. حق، هذا كلام حق، ما تظنوا أنه كلام غير صحيح. ليش حق؟ الشيخ وعلومه يا ابني، هذا لسه إنسان ابتدائي عم يعلمه واحد ابتدائي بيفهم عليه، أما ابتدائي يحطه مع الدكتوراه ما بيفهم عليه. فلذلك في الناس بعض منهم بصير هيك يحبوه، هو الأخ هذا أخ، خليه يحب الأخ بعدين بيعرفوا عالشيخ، لما بصير عنده الاستعداد بيعرفوا عالشيخ بينتفع. أما إذا كان ما في استعداد وجبناه لعند الشيخ بيقعد مثل الأطرس بالزفة، شو عم يحكي الشيخ؟ شو عم يحكي؟ فلذلك كل واحد منكم يحط حول منه كم واحد، علمهم علمهم جمعة جمعتين شهر شهرين، جيبهم لعند الشيخ، بعد ما بينتفعوا شوي جيبهم لعند الشيخ. هلا عم يجي لعندي أخ بده يبايع، قال له هلا ما في بيع، روح امشي مع الأخ شهرين، بعد شهرين خلي يعلمك الذكر، بعد شهرين بتيجي لعندي ببايعك. بعد شهرين بيكون بدأ قلبه يحس، لما بقول له غمض عيونك إن الذين يبايعونك، بيشعل القلب. أما ما له ذاكر ولا بيعرف شو هذا الذكر، شيخني بايعني، ما له حاضر. غمض عيونك يا ابني، لاحظ قلبك عم يذكر الله، ما عنده قلب، ما شيء معناته الشيخ ما مزبوط، ما بيعرف انه قلبه اللي ما عنده استعداد. جينا لعند بياع القطرس، جبنا له أنينة زيت كاز، قلنا له حط لنا فيها عطر الورد، شو بيقول له؟ ياخذ الأنينة بشماء، روح اغسلها، روح جيبها، ما بينحط فيها عطر، اغسلها، جيب أنينة للورد. أما جاي أنينة المازوت وبدك تحط فيها عطر الورد، ما بيحطوا، ماشي، بيقول والله ما حط لنا، ليش ما حط لي أخي؟ شو رحنا عم ندفع له؟ ما بينحط يا ابني الورد بأنينة المازوت، غسل أنينتك، طهر قلبك، واحضر مع أهل الله بيمتلئ من تجليات الله. أما جاي وقلب وصيخ، قلب كله كذب وغيبة ونميمة وكله مظلم، وجاي إلى أهل الله بدك تعبي قلبك بأنوار الله، يا ابني نور الله غالي ما بينحط في إناء وصخ، نور الله طاهر ما بينحط في قلب نجس ومطهر. فتعلم ذكور ومشتغل بالدعوة، مين جلسة ذكر بينك وبين الله، عود صباحا ربع ساعة نص ساعة، عود بعد صلاة الفجر اذكر الله، اذكر الله، ما تخض المسبحة،
انتبهوا علي، الذكر ما خط مسبحة يا ابني، الذكر تذكر، بدك تجلس تذكر أنك مع الله وأن الله معك، جلسة مراقبة أن الله معك. فما في، لما بتقعد تذكر لا في أهل لا في ولد ولا في جيران ولا في دراسة ولا في، قاعد صافي مع الله. خمس دقائق ذكر بهالحال أحسن من ذكر سنة وأنت مشغول مشوش. عود راقب أنك مع الله، ذكر معناه تتذكر. والله تعالى يقول واذكر ربك إذا نسيت، واذكر ربك إذا نسيت. شلون واحد عندك ما بده ينسى بيذكر؟ لما بتنسى وجودك من هذا الوجود اذكر ربك ذكر الحضور. إذا نسيت نفسك قعدت ما بقى فيه، شلون بدي انقطع؟ اقرأ قول الله عز وجل واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. كلام الله، واذكر اسم ربك، شو اسم ربك؟ الله. وتبتل، التبتل الانقطاع، انقطع إليه انقطاعا كليا. شلون بده ينقطع؟ أنا هلا معكم، أنتم شايفيني وأنا شايفكم، بحسن انقطع عنكم؟ نعم. شلون بنقطع عنكم؟ كلكم هلا قاعدين، إذا غمضت عيوني مين شايف منكم؟ لا بقى في جامع ولا بقى في تريات ولا بقى في ناس ولا بقى في، خلص غمضت عيوني. هذا التبتل، تبتل انقطاع إلى الله. فبتقعد لتذكر تنقطع إلى الله، إيم بيت من بالك وإيم الأهل من بالك والولد والشغل والدراسة، خلص مع الله. ركز الإبرة على المحطة، نفتح الراديو ونحط الإبرة على المحطة تسمع الأخبار. أما إذا الإبرة حطيتها بين محطتين شو بتعطيه؟ بتعطيه إيش؟ تشويش، لا بتفهم هي ولا بتفهم هي. فحما تقعد تذكر وانت مرتبط بالدنيا وبدك الله، الدنيا والله ما بيجتمعوا يا ابني. بدك تركز يا ابني، ركز توجه. طيب والله ما عم بعرف، بقول لك انا كان ارتبط بروحانية الشيخ، مين رابطة مع الشيخ؟ هالرابطة مع الشيخ هي لحا بدلك مسيرتك، مسيرتك بدل ما نفكر هون وهون، فكرت بواحد تركت البيت أو فكرت بشيخك بروحانية شيخك. لما بشوف الأخبار بدأت تركنا الشيخ، نحن مع الله. واحد تتركه، أما 20 واحد متكلبين عليه ما بتحسن تصال. فإذا أولا كل واحد منكم رسول بده يحمي الرسالة، رسالة أول شيء يحملوها رسالة الأخلاق، رسالة الآداب. عامل والديك بالأدب، عامل أمك بالأدب، عامل جارك بالأدب، عامل أحبابك وأصحابك بالآداب والأخلاق. دائما اظهر الفضائل، خبي النقائص واظهر الفضائل، فمرة على مرة تنسى النقائص وبتنمو فيك الفضائل. هيك بده يمشي الواحد دائما دائما، نقطة نقطة، فضائل فضيلة 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 فضيلة، نقطة نقطة، صار عندك خزان مي. نقطة نقطة نقطة، شو بيصير بعدين؟ بيتعبى البرميل، تعبى برميل،
تشرب وبتصلي. اما تفكر انه دغري ما في دغري. فكل يوم ادب 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 مع جارك، مع اخوك، مع قرايبك، مع كله آداب واخلاق. ما بتكلم كلمه ناقصه. اليوم ما تكلمت كلمه، بكره ما تكلمت ولا كلمه، بعد بكره نسيت الكلام الناقص، صار كله كلام فضيل. هذا يا ابني، هذا ذكر الله، هذا الطريق النقشبندي. فمتى ما ذكر قلبك وحضر مع الله، نقول لك قوم ادعي جارك. هذا إلى مثال، جيب لكم مثال. أنا جيت على البيت لقيت شريط الكهرباء، مسكت شريط الكهرباء وفيه كهرباء، شو بيصير فيه؟ بتكهرب. بيجي بمسك ايد الشيخ محمد، انا ما عاد عندي كهرباء. كهرباء وين صفيه؟ صار هو يهز دخيلك. قال له مسك ايد الشيخ ابو الحسن، مسك ايده انتقلت كهرباء له. صرت انت ناقل، عم تيجي الكهرباء تنقل. هذا يا ابني النقل من امداد الله الى امداد الى قلوب الخلق. عم تجي القوة، ما 110 ولا 220، عم يجي 550 ألف فولت، عم يدوق، عم يفنى. مسك ايد رفيقك، انتقل لهم، انتقل الثالث، ثالث تعبى الجامع، كلنا قاعدين صافيين. لك ما في حركة، ما في قومة، ما في قعدة. لك شو صاير؟ مهيمنة، غمام، غمام نوراني فوق المجلس كله، ملائكة محيطة، اللهم اغفر لهم، اللهم ارحمهم، الله أكبر. وابني عادين انتوا في جنة. وهيك النبي قال مجالس العلم روضة من رياض الجنة. فإذا بدنا نقوم دعاة، نبلغ. قول والله أنا ما بعرف أحكي. إذا ما بتعرف تحكي يا ابني، حط الفيش يصلك الكلام. اربط قلبك مع قلب الشيخ وقول بسم الله، يأتيك الكلام من حيث لا تشعر. وكل واحد بدأ بالدعوة هالحال صار معه، ممكن يعرف شو حكى. راقب دائما امدادك بقلب الشيخ. ممكن يطلع واحد بده يخبط، الله بينصرك. لو اجى واحد بده يخبط، الله بينصرك عليه. خليك ثابت، لا تخاف ولا تنقطع. لاقينا في حياتنا كثير هيك يلي ارادوا يقطعونا. كان عمري يعني ما بتذكر بين يعني 14 بين 15 سنة، حضرت موتي مجتمعين أكثر من 1000 إنسان في البيت، ما حدا عم يحكي. قلت له أقوم أنا أتكلم. جيت للقراء قلت لهم تسمحوا لي شيء 5 دقائق بس. إيه بسم الله. فزيت بسم الله الرحمن الرحيم، يقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة. بدأت أحكي 5 دقائق 7 دقائق، فز واحد شيخ لفته بس. حاجة ما بقى إلا الأولاد يحكوا، ما بقى إلا الأولاد يتكلموا. عود تأدب، ما بقى غير الأولاد. أنا وقفت سكتت، وإذا واحد من الزكرتية قاعد بالتامرية والخنجر بالخيرات والنفذ، قال له ولك أنت اسكت، أنت يلي عليك كذا، أنت يا صار لك 20 سنة ما سمعنا منك كلمة، جاي بدك تسكته؟ احكي يا ابني احكي احكي. الله أكبر، إجا المدد.
احكي. سكته، ما عجبك قوم اطلع. حكيت يوميتها بتذكر بين ثلث ساعه بين نص ساعه. الله فتح، قوم احكي. فزل، فذكرت هذا. يا جماعه هذا الشيخ هذا ما بيستاهل منكم تكريم؟ قال لهم انا مني 100 ليره. هذا قبل 40 سنه 50 سنه. جمع لي يوميتها بين 3000 بين 4000 ليره. نصر الهي. هذاك ترك ومشي. كون ما الله لا تخاف. بلغوا. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من أمر بالمعروف، من أمر بالمعروف ونهى عن المنكر فهو خليفة الله في الأرض. وخليفة كتابه وخليفة رسوله. كم خلافة؟ 3 خلافات. خليفة الله في الأرض، وخليفة القرآن، وخليفة الرسول. هذا اللي بيقوم ببلغ. قوم بلغ، خذ هالخلافات. لو خلافة واحدة بتكفيك. قوم قوم بلغ، قوم علم. سبب اللي احنا فيه يا احبابي، هذا بكل تجرد، خلينا نتجرد عن كل شيء. سبب ما نحن فيه الان في البلد، مما كلكم عم تعرفوا شو صاير بالبلد، سببه كله سكوت المشايخ، سكوت الناس عن التبليغ الدعوي. وفي الحديث صلى الله تعالى عليه وسلم، في الحديث قال: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه ثم تدعونه فلا يستجيب لكم. تدعونه فلا يستجيب لكم. ليش؟ لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر. ما أمرنا بالمعروف ولا نهينا عن المنكر. ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه. في رواية ثانية: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليسلطن الله شراركم على خياركم. واصلة هي صايرة هلا؟ ليسلطن الله شراركم على خياركم ثم يدعو صالحوكم فلا يستجاب لهم. ليش؟ ليش الله ما عم يستجيب؟ لأنه أنت ما عم تأمر بالمعروف ولا عم تنهى عن المنكر. سبب أنتو هالبلاء، سببه أنتو يا أخواني. لذلك يلي بده يجي على الجامع يسوكر حاله، يحمي الرسالة، تحمي الرسالة من رسول الله. كون يا أخي على هالحب للنبي، خلي حملك هالرسالة، احمل الرسالة وقوم، قوم بلغ. أنا أمي عامي، قوم. لا تقول أمي، الرحمن شو علم القرآن؟ الرحمن الله برحمته يعلمك. الله يتغمدهم برحمتهم. إخوان شيخنا كان أبو غنيم، الله يتغمد بكامل رحمته، كان يقعد بجامع الأمو يدرس.
جامع الأموي. أمي لا بيقرأ ولا بيكتب، يقعد بجامع الأموي يدرس، يحضر بدرسه أكثر من 400 إنسان. إجا شيخ الأموي رحمة الله عليه لعن شيخنا، قال له سيدي عمي خربط، بيرفع المنصوب وبينصب المجرور وكذا، عم يخربط بالكلام، عم يخربط. فشيخنا قال له الله عم ينفع في الناس؟ قال له والله يا شيخنا أنا حضرت عنده وصرت أبكي. إمام الأموي شيخ الأموي له أنا صرت أبكي. قال له ما دام عم ينفع الناس لا تطلع على الفتحة والكسرة، اتركه خليه عم يعلم. عم يخربط بشرع الله شيء؟ قال له لا. قال له خليه عم يعلم. أمي أمي قبل منه كان أبو مصطفى الخرفان الله يرفعه يتغمدوا بكامل رحمته، كمان كان أمي عربجي، كان عربجي على العرباية، أمي ما بيعرف لا يقرأ ولا يكتب. أجل عن شيخنا شيخ أمين الله يرضى عنه، اشتغل بالذكر، صار يذكر، صار ينزل للأموي يعمل درس للمشايخ ما للعامة، مشايخ الأموي كان يحضروا معه يعملوا الدرس. مشايخ الأموي قالوا والله اللي عم نسمعه منه ما قريناه بكتاب، عم يدخل كلامه لقلوبنا، غير مسيرتنا. أمي أي أمي نعم، أمي نعم. مين علمه؟ الله علمه، سيدنا الشيخ أمين الزملكاني قدس الله روحه ورضي الله عنه وارضاه. كان تاجر بالبزورية، حضر درس الشيخ عيسى الله يرضى عنه، سكر المحل ولزم الشيخ والله فتح عليه. الشيخ أمين الزملكاني خرج من تحت إيده أكثر من 40 عارف بالله، خرجهم. فحكوا للشيخ انه يا سيدي شلون بتسوي خليفة وهو أمي، خليفة وأمي؟ قال يا ولدي الشيخ أمين ماتت نفسه، ماتت نفسه وأصبح وأمسى مع الله. وين هالكلمة هي؟ بيحسن الواحد ياخذها؟ هي أعلى يا ترى ولا شهادة الدكتوراه أعلى؟ شهادة الدكتوراه ورقة، أما هي أصبح وأمسى وهو مع الله، الله أكبر. أمي نعم الله طلع السمرة، كان الله يرضى عنه شيخ يلي بيقطنا الله يرضى عنه إبراهيم الغلاييني. شيخ إبراهيم الغلاييني كان عدة مشايخ من العارفين بالله اللي وصلوا من طريق سيدنا الشيخ أمين. هذا يا ابني اللي الله بينفعه بصحبة أهل الله، فقوم داعي إلى الله، لا تقول ما بعرف. وأنا بتحداكم كلكم بعد فضل الله علي، بعد فضل الله بتحداكم كلكم، واحد يقعد في مجلس وما يصير له فتح يجي انتو فلاحين، تحدي بعد فضل الله، معتمد على الله ومعتمد على فضل رسول الله. عود وإذا ما صار لك الفتح تعال نشوف لحية الشيخ ما بتحسين عليها، أنه بفضل الله بيصلك العطاء أكثر مما تتحمل. بس قوموا اشتغلوا يا ابني حتى تاخذوا من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ما أهدى المرء المسلم لأخيه، ما أهدى المرء المسلم لأخيه هدية، ما أهدى المرء المسلم لأخيه هدية أفضل من كلمة حكمة، أفضل من كلمة حكمة يزيده الله بها هدى
أو يرده بها عن ردى، تدفع فيها ضرر عنه أو تجلب له هداية وخير، هذا أفضل هدية. واحد بيجيب فاز هدية، واحد بيجيب شنطة هدية، واحد بيجيب قلم هدية. أعظم هدية كلمة حكمة، كلمة حكمة بلغوا الإيمان، بلغوا محبة الله، بلغوا الذكر، ذكر الله. الله، وما أعظم الحديث اللي اللي حنسمعه. مين اللي حيكتب؟ فاول أشوف. الله، الله يفتح عليكم ويلهم يلي ما عم يكتب، يجيب ورق وقلم يكتب. حديث، والله لو طلب مني لاشتريت كل حرف بملء البحر ذهبا. اسمعوا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبركم عن أقوام ليسوا بأنبياء ولا شهداء؟ ألا أخبركم عن أقوام ليسوا بأنبياء ولا شهداء، يغبطهم، الغبطة حسد لكن حسد حلال، يغبطهم يوم القيامة الأنبياء والشهداء بمنازلهم من الله عز وجل. الأنبياء والشهداء، شو هاد؟ مين هدول إلون؟ مين هدول؟ على منابر من نور يكونون عليها. ما قاعد عن كراسي، على منابر، منابر من نور قاعدين عليها. قالوا: من هم؟ من هم؟ قال صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، خليكم باقي للدرس الجاي. لأنه صار الساعة 4:10، داء الوقت. بتحبوا نكمل هلا ولو أدى المغرب؟ خليه الجمعة الجاي. صلى الله عليك يا رسول الله. قال: الذين يحببون عباد الله إلى الله. الذين يحببون عباد الله إلى الله ويحببون الله إلى عباده. الله يجعلها خالصة لله. عم نحب الله، عم أحببكم لله. قلنا: يا رسول الله، لا، الذين يحببون عباد الله إلى الله ويحببون الله إلى عباده وهم يمشون على الأرض نصحاء. بينصح الناس، يا ترى عم بنصحكم ولا عم غشكم؟ شو رأيكم، عم بنصح ولا عم غش؟ الله يجعلها خالصة في سبيل الله. قلنا الصحابة يعملون يحببون الله إلى عباد الله، هاي عرفناها، عم يحببوا، يحببوا الله إلى العباد، عرفناها. فكيف يحببون عباد الله إلى الله؟ دي خلي الله يحبكم شلون؟ قال صلى الله عليه وسلم: يأمرونهم بحب الله وينهونهم عما كره الله، فإذا أطاعوهم أحبهم الله.
رواه البيهقي في شعب الإيمان. يأمرونهم بحب الله وينهونهم عما كره الله، فإذا أطاعوهم أحبهم الله. الله أكبر، الحمد لله. إذا بدي آخذ منكم اليوم عهد. أولا اشهدوا ويشهد الله أني أحبكم من كل قلبي، وأسأل الله بسر اسمه العظيم الأعظم أن يجمعني وإياكم تحت لواء سيدنا رسول الله، وأن يسقيني وإياكم من كف رسول الله. مين منكم بعاهد أن يدعو إلى الله، يبلغ دين الله؟ الله يفتح عليكم، الله يرضى عليكم. يلي رفع ايده خليه يعرف الله شاف رآه، الله شهد عليه. بدكم تقوموا دعاة، الداعي بلغ، واحد اثنين، رجل، امرأة، زوجتك، اختك، بنتك، علم. ما تستطيع بعدين جيبهم على الجامع. أسأل الله أن ينفعنا وإياكم بفضل الله تعالى. وصلى الله عليك يا رسول الله. لنختم المجلس، كل من تعلم ولو حديث صغير يقوم يعلمه. لا تقول أنا مالي عالم. أنت صحيح مالك عالم، لكن عندك علم تعلمه. قوم انشر علمك، يكن لك أجر التبليغ وأجر من عمل بتبليغك إلى يوم القيامة. صلى الله عليه وسلم قال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا. صلى الله عليه وسلم بعد سيدنا علي إلى خيبر، طلع النبي هو والصحابة حاصروا خيبر، فالنبي قال: سأعطي الراية غدا إلى رجل يحب الله ويحبه الله، يجعل الله الفتح على يديه. صحابي الليلة كل واحد فكر انه هو ياخذ الراية، كل واحد فكر هو. فجوا ثاني يوم، وين طلع النبي؟ وين علي؟ ابو الحسن. قالوا له: يا رسول الله رمضان ما حسن يقوم. قالوا: جيبوا لي. قالوا له: النبي بده اياه. فز رمضان. لما وصل النبي عليه الصلاه والسلام تفل النبي في عينيه، فصحت عيونه ولا كانه ما في شيء. صلى الله عليك يا رسول الله. ثم اعطى الرايه، قال: يا رسول الله دغري قتل. قال: يا علي صلى الله عليك يا رسول الله، على رسلك تأنى حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعوهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم. إذا صاروا المسلمين بدهم يأدوا حق الإسلام، فوالله لأن يهدي الله بك رجل واحد، لأن يهدى بك رجل واحد خير لك من حمر النعم. حمر النعم المعزي والغنم والبقر والجمال يلي لحمهم أحمر
أفضل من كل هالأمم. واحد، لأن يهدى بك رجلا واحد. ممكن تشوف جار من جيرانك أنت، عود معه باللطف بالإحسان، حبيبي وين عم تسهر وين عم تروح، شو رأيك نقعد سوا نتذاكر سوا أنا وياك شوي، احكي معه اي فنجان قهوة كاسة شاي احكي معه، ثاني يوم تعال خلينا نسهر سهرة، ذكره بالله، اجى لعندك مرة مرتين ثلاثة خلاص وجهه جمع الزمان، انه جيب رفيقة جيب صاحبك وانا بجيب صاحبي، كنت واحد رح نصير اثنين، كنا اثنين رح نصير أربعة، كمان شهر تاني كل واحد يجيب صاحبه صرنا ثمانية، شهر تاني كل واحد يجيب صاحبه صرنا 16. هيك لازم نشتغل. هذا يا ابني الدعوة إلى الله، أسأل الله عز وجل أن يكرمنا وإياكم بكرامة الدارين الجباي اليوم بالأكياس لصالح طلاب العلم والمجمع. الله يجزيكم عنا أفضل الجزاء، وتقبل الله منا ومنكم. طيب إن شاء الله بكرة الدرس ربي عز وجل بيفتح علينا وعليكم، بس اسمعوا لي هالنكتة أما تفزدوا. اجتمع هارون الرشيد رضي الله عنه وأرضاه مع عالم من العلماء يقال له يحيى ابن أكثر، فقال هارون الرشيد للعالم، قال له مين أنبل المراتب بهالبلد، أعلى الدرجات لمين؟ قال له أعلى الدرجات ما أنت فيه يا أمير المؤمنين، أعلى شيء في الحياة أنت ما في غيرك، ما بتعرف أكثر مني؟ قال له لا، قال له أما أنا فبعرف من هو أجل مني يلي أعظم مني وأرقى منزلة مني، قال له أنا بعرف يا أمير مين؟ قال له رجل في حلقة يقول حدثنا فلان عن فلان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت خير منك وأنت ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وولي عهد المسلمين؟ فقال نعم، ويلك هذا خير مني لأن اسمه مقترن باسم رسول الله. يقول علمنا الحديث فلان، فلان علمنا الحديث، ارتبط اسمه باسم النبي. قال له وأما نحن فنموت ونحيا ونفنى، العلماء باقون ما بقي الدهر. يا سبحان الله، هذا المنصف، هذا المنصف الملك اللي كان يحكي للغيمي إلا وين ما بدك أمطري فإن خراجك عائد إلينا، ملك الدنيا يعني، عم يقول له اللي أفضل مني مين؟ يلي يعني عنده حلقة بيقول حدثني فلان عن فلان، رح تصيروا من هالمستوى. الله يوفقني وإياكم، الله يوفقني وإياكم يا ابني، تكونوا دعاة إلى الله، كل داعي إلى الله، اشتغل برفيقك بصاحبك، ممكن تجيبه عالجامع، ممكن تدله، ممكن تذكره. أسأل الله أن يجعل الخير على أيديكم. اللهم إني أسألك باسمك العظيم الأعظم وبنور وجهك الذي لا يضام، أسألك يا رب أن تجعل الخير في هذه الوجوه رجالا ونساء، اللهم اجعل نصرة دينك على أيديهم واجعل نشر شريعتك على أيديهم، اللهم واجعلهم خير أمة أخرجت للناس، اللهم ثبتنا بقولك الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين.